أكشن. سنأخذكم إلى العرض الأول لفيلم Poor Things في المملكة المتحدة. لاحقاً يشعر معجبو الممثل بيت ديفيدسون بالقلق إزاء سلوكه الأخير، ومرايا كيري عازبة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ازداد الحماس بالنسبة لكايلي جينر وتيموثي شالومي. ثم سنسلط الضوء على نجم The Boys in the Boat جويل إيدجرتون. سنطلعكم على جميع هذه الأخبار الجديدة، ولكن أولاً فلنلقي نظرة على السجادة الحمراء. سنأخذكم الآن إلى العرض الأول لفيلم Poor Things في حفل العرض في UK. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. عرفت إيما ستون أن المشروع كان من عالم آخر. There's unbelievable production design, cinematography, score, just so much about it. It's kind of larger than life. And I absolutely love seeing this film on the big screen. تذكرت مديرة التمثيل ديكسي تشاسي أول نظرة لها على السيناريو. I definitely read this. I read this in the Element office in the West End. I was invited in to read it. Because it was highly confidential in a little room. I looked out onto a West End street and I read it very quickly because it's beautifully written and it's very lean and I thought, wow, this is exciting. أخبرنا ويليام ديفو بشعوره عندما علم أنه جزء من شيء مذهل. Day one. Yorgos is very special director. Emma has a special relationship with him and we came in to help them realize that. يلعب مارك رافالو دور دانكن ويدربيرن. Such a world unto itself. Every set is just beautiful. So much thought has gone into it. It's wild. Everything's a little skewed. And the costumes are beautiful and incredible. Emma Stone just gives one of the great iconic performances in it. كانت النجمة كايلي جينر وصديقها تيموثي شالومي يتواصلان مع الأصدقاء خلال موسم العطلات، معتقدين أن تيموثي قد يكون الشخص المناسب. حصلت نجمة كارداشيانز والنجم الأمريكي الفرنسي على ختم موافقة مامجر كريس. حضر تيموثي حفل ليلة رأس السنة السنوية لشركة كارداشيانز إلى جانب عائلة كايلي وأصدقائها المقربين. ارتبطت كايلي وتيموثي منذ أبريل وحافظا على خصوصية علاقتهما العاطفية، ولكن هل يمكن أن يكونا مستعدين لنقل الأمور إلى المستوى التالي؟ ربما. يتزايد قلق معجبي الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون ومعالجيه بشأن ساتردي نايت لايف، ويبدو أن هناك سبباً مبرراً للقلق، حيث ألغى معسكر بيت بشكل غير متوقع مواعيد عروضه الكوميدية المتعددة في اللحظة الأخيرة ودون تفسير. تقول التقارير الجديدة أن بيت قد أدلى بأخبار تخص عرضه أثناء إنتاج فيلم ريف راف، وقد حدث ذلك عند لقائه مع مصورين حيث أخبرهم بنهاية الفيلم وفقاً لأحد المشاهدين. يشارك في بطولة ريف راف داستن هوفمان وجينيفر كوليدج وإيد هاريس وجابرييل يونيون. عانى بيت منذ فترة طويلة من صحته العقلية. منذ ما يقارب عامين دخل النجم إلى مركز إعادة التأهيل مشيراً إلى معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة واضطراب الشخصية الحاد. في الذكرى السابعة لوفاة أسطورة ستار وورز كاري فيشر، شاركت ابنتها بيلي لورد تحية مؤثرة. في منشور على إنستغرام قالت: كل ذكرى سنوية تجلب تكراراً مختلفاً لحزني، وأضافت أن الشعور هذا العام كان الامتنان. وقالت ممثلة سكريم كوينز: كما أقول لابني إنها تعيش في النجوم، ومن المؤكد أنها تجعل حياتي تتألق. تشارك بيل ابنها كينغستون وابنتها جاكسون مع زوجها أوستن رايدل. ومؤخراً تذكرت بيلي والدتها بطريقة أخرى. قبلت الفتاة نجمة في ممشى المشاهير نيابة عن والدتها في الرابع من مايو، وهو تاريخ ذو معنى لأي معجب بستار وورز. تلقى مضيف ماسك سينجر نيك كانون هدية لا تنسى من حبيبته بري تايزي نجمة سيلينج سانسيت، وقد حصلنا على السبق الصحفي. أنشأت بري لوحة ألعاب من أبلي مخصصة لنيك وأطفاله الـ12 لعيد الميلاد، وصفتها بري بأنها الهدية المفضلة التي قدمتها، وكتبت على لوحة اللعبة كانون بولي والتي احتوت على مجموعة من صور نيك. أنجبا بري ونيك ابنهما، وبالإضافة إلى ذلك فإن نيك أب لتوأم موراكن ومونرو من زوجته السابقة مرايا كيري، بالإضافة إلى
التوأم زاين وزيليان، وابنة جميلة ذات 13 شهراً من أبي ديلاروسا. بالحديث عن زوجة نيك السابقة مرايا كيري، سمعنا أنها قطعت علاقتها التي استمرت 7 سنوات مع الراقص الاحتياطي السابق براين تناكا. أعلن براين هذا رسمياً على الإنستغرام، وكتب إن قرارنا بالشروع في مسارات مختلفة هو قرار متبادل، وبينما نتنقل في هذه الرحلات المنفصلة فإننا نفعل ذلك باحترام عميق. التقت مرايا ببراين لأول مرة عندما انضم إلى جولة The Adventures of Mimi الموسيقية كراقص احتياطي لها، حيث أحبا بعضهما وتعاونا. أسعد الممثل هيو جرانت 500 عائلة في هذه العطلة عندما ظهر بشكل مفاجئ في حدث يوم عيد الميلاد في لندن. حضر نجم وانكا حفل غداء يوم عيد الميلاد في هامر سميث وفولهام، حيث قدم الغداء للمقيمين المسنين في المجتمع. اجتمع هيو مع السكان الذين لم يكن لدى الكثير منهم عائلات خاصة بهم، والتقط الصور معهم أيضاً. فلتلقبوه بسانتا هيو؟ نسلط الضوء هذا الأسبوع على نجم The Boys in the Boat جول إيدجرتون. ولد الممثل والمنتج والكاتب في نيو ساوث ويلز بأستراليا، لكنه استقر في هوليوود على الشاشة الفضية. اشتهر جول بأدواره في The Gift, Boy Erased, The King و The Great Gatsby، وشارك في كل شيء بدءا من Zero Dark Thirty وحتى أوبي وان كنوبي و The Green King. عاش 13 حياة على الشاشة، بما في ذلك ظهوره في The Thing و Black Mass و Master Gardener و The Stranger و I'm a Virgo. الآن عاد جول إلى السينما ليسرق القلوب في كل مكان. في فيلم The Boys in the Boat يلعب جول دور المدرب آل أولبريكسون. In my mind, Ulbrickson is like a tough father or like a tough love kind of father. And they can really inspire, but they can also be hard to reach, you know. And so there's all these sort of moments in the script where even Ulbrickson's wife is letting him know that he actually looks okay when he smiles. تحدثنا مع جول حول السيناريو وموضوع الوحدة. When I first read the screenplay for Boys in the Boat, it just seemed to me to be a completely perfectly laid out winning and feel good, you know, story, sports story. بعد ذلك علمنا المزيد عن شخصية جورج بوكوك. George is the most beautiful character you know, he's basically the builder of the shells. تدور قصة The Boys in the Boat حول العثور على العائلة أينما استطعت. Boys in the Boat is a film about finding a family, I think, you know, and about achieving something together. And while these boys don't know each other, you know, the bond that's formed, and it's very personal, it's very human. So I think that it won't just be a rowing film. It'll be a film about pulling something out of yourselves that you didn't know you had. Well, go for a run now. Go. Get out of here. انتهى الآن إنتاج فيلم نيو نوار الجديد من إنتاج شركة برود 1976. النجوم المرشحون للفيلم هم أدريان ماكلين من Miracles of Christmas، وسارا فرانش وجيجي جاستن، وديزيلي فيت من Garden of Eden، والممثل آدم بوتشي من NCIS Los Angeles. لدينا صور جديدة لمشاركتها من موقع تصوير الجزء الثاني من فيلم جوكر فولي أدو بطولة ليدي غاغا. شارك المخرج تاد فيليبس هذا المظهر الجديد لنجمة البوب العالمية النجمة ليدي غاغا الحائزة على جائزة الأوسكار والغرامي بدور هارلي كوين. يعد كل من خواكين فينيكس وغاغا ممثلين محترفين، لذا نتوقع أن يكون الفيلم دراميا بشكل كبير. ألقينا أول نظرة على زوج من الملصقات لأحدث أفلام ديكورا جونسون وهو مارم ويب. قدم المقطع الدعائي الأول لمارم ويب الذي تم إصداره الشهر الماضي عدداً من شخصيات سبايدر بيبو الجديدة، بما في ذلك زكسيم وزوج من سبايدر وومن وسبايدر جيرل، وسيعرض في هذا العام. في العد التنازلي لشباك التذاكر في هوليوود هذا الأسبوع نقدم لكم أفضل 5 أفلام، هيا بنا. الفيلم الخامس لهذا الأسبوع هو أني وان بات يو، محققاً 11.5 مليون دولار. Could be kind of fun. There's no way we can convince anyone we actually like each other. الفيلم الرابع لهذا الأسبوع هو The Color Purple، محققاً 17.7 مليون دولار. My sister and I ain't seen her in years.
You know, if you ain't gonna laugh, you need to sell your funny bone. الفيلم الثالث لهذا الأسبوع هو Migration محققاً 22.3 مليون دولار. What is this place? We are completely lost. Was your mother... That is not your mother. الفيلم الثاني لهذا الأسبوع هو Aquaman and the Lost Kingdom محققاً 26.3 مليون دولار. But now, I'm a husband and a father. And I wouldn't have it any other way. والفيلم الذي احتل المركز الأول لهذا الأسبوع كان فيلم وانكا بإيرادات بلغت 31.8 مليون دولار. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. تشهد أعياد ميلاد هوليوود ارتفاع أعمار المشاهير من 28 وحتى 89 عاماً. بلغ نجم البوب لويس تيملنسون 32، والمغني ريكي مورتن 52، وراين سيكريست 49، وآني لينكس 69، وسيسي سبيسك 74، ونجم سويسايد سكواد جيريد ليتو 52، وكريس دوتري 44، ونجم دون تيموثي شالومي 28، وهيلي ويليامز 35، ومغني الـ R&B جون ليجند 45، ونجم ذا إيكولايزر دينزل واشنطن 69، والنجمة ماجي سميث 89، ونجم شيرلوك جود لو 51، ونجم ستار وورز دييغو لونا 44، والنجمة إيلي جولدينغ 37، وأيقونة فاست أند فيوريوس تايريز جيبسون 45، والأسطورة أنتوني هوبكنز 86، والفائز بجائزة الأوسكار بين كينغزلي 80 عاماً. احرصوا على متابعة حلقة الأسبوع المقبل للحصول على المزيد من التألق والأخبار من موجز أخبار هوليوود.